سؤال المينا إذا جاوبت عليه راح يكون عندك 3500 ريال. ممتاز؟ ممتاز. في شيء يستخدم لإغراء السمكة وينقسم إلى نوعين، الطبيعي والصناعي، وعندك خيارات السنارة، الطعم، الحداق. أقول يا راعي ثادق ارفق علينا شوي، تحمست واجد اليوم. شو تقول محمد؟ والله بنساعدك، احنا منك بهالاسماك والبحر، يمكن الحداق والله الله اعلم. طيب الواحد لما بغى له شيء وش يحط له عشان يجيه؟ هاي محمد الوقت، نبي ناخذ متصلين، نبيك تفوز ونبي غيرك يشارك. الطعم 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 ما يبي له محمد، تحط له طعم يا حبيبنا. طعم اكيد طعم. ايوه 3500 ريال وتستاهل يا محمد. محمد الوقت تكفى. ابشر ابشر.